بيقول المثل حماية ما بتحب الكنة لو كانت حورية من الزنة. بقى ما أقول حماتي تحبني أنا. بيقول المثل صبر مفتاح الفرس. انا بدي زل اول صبرت كتير على حماتي بس بدي زل لا وحكون مثل المراية مثل ما بتفرزيها بتفرزيك. ايه لكان من عمي أحمد يوم حبيبي تأخرت على الشغل. صباح الخير ابن عمي. لك صباح الورد والفل والياسمين على احنا حنونة بالدنيا كلها. لا تخزني ابن عمي. والله ابني الدندوسة يا رب يعرف يحكي وانا امه اللي ربته وتعبت عليه بعمره ما قال لي كلمة حلوة. دندول أحمد يوم شو التاريخ؟ والله ما بعرف يمكن 15 بالشهر. صح ما تذكرت شي؟ ذكرت شي ايه ذكرت دايما فيه 500 ليرة ولازم ارجع له اياها اليوم. فادري تذكرته من عمي. حنونة تأخرت على الشغل لازم البس بسرعة واروح. بدك شي؟ لا ابن عمي توكل على الله ونعم بالله. يلا خاصك. والله معك. لك شوفوا المغضوب شوفوا حتى كلمة خاطرك ما ليها. أكيد حنا نرجعت لفصولة القديمة هي اللي علمته ما يعمل لي حساب. ايه شو عليك انتي؟ انتي بلستي مو انا. أهلين حماتي حياتي. عم تتمكيزي هبادي؟ يعني تهتمي بالبيت مثل ما بتهتمي بحالك. سوينا حماتي زين عنا؟ أصلاً أنا اليوم عندي مناسبة. شو مناسبة بقى؟ مناسبة خاصة بس أحلى مناسبة بحياتي يا حماتي. يلا يلا الحين على الصلاة وحاز عليك فاضي. ماشي حماتي لحقتك. قمر حنونة قمر. أفو لو صاص أنا على المساح ليزك موبايلي ما فقس. حماتي بكوني ديك فيهم مي. شو سايفتيني قبل يعني؟ انا كتير بنتبه عليه بس هو عتق عتق. سايفتك حماتي. اهلين حبيبي كيفك حنوني؟ لك مستوى والقلب دايب. لك دخيل قلبك وانا بالاكتر. ايه حنوني؟ بدي ابعت ايدي الورسة حتى يجيب لي العدة لانه نسيتها بالبيت. حاضر ابن عمي. حبيبي ما بدك تقلي شي؟ شي مثل شو يعني؟ ما لك ناشيان شي؟ شي صار مثل هاليوم؟ ايه ذكرت هديك السنة مثل الوقت اللي معلم زاد لي راتبي. راتبك؟
يا أحمد غيرسي يا غيرسي، خلوني الله يرضى عليك، عندي شغلة فوق راسي يعني نسيان. بعدين نحكي، يلا باي. ماشي يا أحمد، باي. أوف يا سارزل، كله مثل بعض، يطلع حاله لا ياخدونه، آخر شي بينسى يتزوجون. والله يا نصابي تليفوني كتير عتيق، لكن صور لي اكتب لك صباح الخير، نفس الازرار مع الفقسو. خلي ابنك يصلح لك اياه او يشتري لك واحد جديد، يعني ابن على الفاضي. يعني هيك قولك؟ طبعا، لكن بس لمرته، انت كمان امه. ماشي ماشي صبري، بس يزيد حاله. يلا الله معك، مع السلامة. مع السلامة يا محمد. ايه فعلا، لازم ابني يعتني فيني ويدللني. مرته ما احسن من امه، الا كان. يا ترى شو وضحنا اني نسيان سي؟ تكون سي مناسبة خاصة بحياتنا. شو يا ترى؟ شو يا ترى؟ ايه ذكرت يوم عيد زواجنا. نعم على هالنسوي. والله لازم اطلع واشتري سي هدية يا حنان، لازم. نسيان يا احمد؟ في حدا بينسى عيد زواجه؟ لك يا حنان، لك تعال وينك؟ يلا حناتي زيل زيل، لك بعمرك ما بصير منيحة، بعمرك. خير مرت عمي، شوفي. ليتي زريت؟ ايه زريتون. غسلت الغسيلات؟ ايه غسلتن. قصرت البنزانات؟ ايه قصرتن. حسيت الكوسايات؟ ايه حسيتن. مسحت الكنبات؟ ايه مسحتن. لا عم بعيونه هوني كل شغل البيت. كيف رح اخانقه؟ كيف؟ مساء الخير يا جماعة. لك مساء الخيرات لك ابني تاتا عوزان بتاع. لا عمي، حنان قلبي وسامي الطبقة. يلا بس تشوف الموبايل تنسى الزعل. طمني ابني، كيف شغلك؟ الحمد لله حزين، شغلي كتير منيح. ايه الحمد لله. سعد ابني. جبتلي موبايل؟ لك شو، الله يرضى عليك يا ابني، الله يرضى عليك. بس كيف عرفت ان موبايلي خربان؟ قلبي ربي يرضى عليك. شوفي كنتي تزبلي ابني، لك الله يرضى عليه زبلي موبايل جديد. مبروك مرت عمي، تصبح على خير. الله يبارك فيكي كنتي، وانتي من اهله. كيف استغل ابني؟ هنوني والله
ابنها، جبت لك الموبايل إلك بس امي اخذته. اذا انت زيك ولا امك نسيان انه اليوم عيد زواجنا. فتحت الكيس واخذته لحالها، ما حلوة اخذله. لا 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 تخذله، لا خذني الي وانا فرحانة عادي. يلا روح لعنده ونام في الصالون، انا رايحة عندك تصبح على خير. الله لا يهنيني إذا رحمنيك فيه يا حماتي. تشتغلي على التليفونات. يلا انا تأخرت على شغلي. سلام. الله معك من عمي. ورصاصي بعت لك حمى على الموديل. ليش حماتي انا شو دخلني؟ والله انا زعلان عليكي. روحي روحي من وسي. افتكرت منيحة. ما ذكرنا منيحة. ايه شو بني انا مرت عمي. ايه والله انا على اصلي. والله حاسس المساكن رح ترجع البيت مرة تانية، يعني لسه مرتعت من هيك قلت امك وهيك عملت مرتك. ريحني يا رب ريحني. لك وين هاي شغلك ورايح يا بكار؟ يلا يلا جاي معلم. لك ايه ايه طلع مو ناسي عن عايز زواجنا، جاب لي هدية بس اخدتها اما اختيارة الزن. جاب لي هدية إلي بس هي أخذتها من عمي. خذ اللي هذا ما قلت أم هي أخذته. شفت شلون؟ بس وحياتك ما هنيت فيه. بالليل وهي نايمة حطيت لها موبايل الجديد بالمي لكن تزع. أيوة والله يا دفعك التم غالي يا كنتي وأنا عيوش. يا شوف أنا أسطار ولا حماتي أسطار؟ معلينا بلاس هتخس من غير ما تحس. احلى هدية لأحلى حنونة بالكون. تفضلي يا حبيبتي.
نفس الدياز اللي اخذته امي. اكمل سنة من ايديك من عمي، احلى هدية بحياتي. لك بيزنن بيزنن. لك الغايب بيخاف لك حنون. لك الله يخلي لي اياك يا ابي عمي. لك وينكم؟ خليت لوحدي. تعالوا قعدوا هون معي، يلا خلصونا. زين زين حزه. تفضلي هذا الموبايل القديم، خذي مسحي حالك فيه. يوه، وانت بدك تضيعي موبايل كنتي؟ لا معقول، احمد حبيبي جاب لي موبايل جديد. شوفي ما احلاه. ابي هنا ان شاء الله مثل الموبايل جاب لي يا ابني، الله يرضى عليه. لا مس قدك لقلو يا ابني، والله ما راح عنيكي فيه يا حنان. ابي بس الله رزقني راح جيب لك احلى منه. لك تعيش وتزيب حبيبي. لا انا ما بريد، المهم جبت لحنوني. خطاي حرام. حنوني حبيبتي فرزيني الموبايل. مو تكرمي حماتي، شوفي ما احلاه. بدي اجرب كاميرته واحسوب حلوه، راح اصور على البراندة احسن. لا اشوف انا ولا انتي يا كنتي. راسي راح الموبايل. كيف يعني راح؟ ليت واخذيني كنتي واعمل ايدي على السرع ابعت لي حما ان شاء الله. لك شو عمي اليومين صرت حتة بلاوي على موبايلات. لك انت هذا اللي عمك؟ لك عم قولي ابعت لي حما، ما بتقلي بعيد الشر؟ لك بعيد الشر امي، بس ليش ما انتبهتي؟ والله هذا اللي صار. شو عمل يعني؟ وقع. بوليس افتحوا الباب بسرعة. بوليس احسن ما نكسر ونفوت. يلا حماتي. من حضرتكم؟ نحن بوليس. شو بدكم؟ وين حجر رمت موبايل لتحت؟ ليش خير؟ الموبايل وقع فوق راس رجال فتح له راسه. اوخ بتستاهلي يا حماتي، الله انطام لي منك وبسرعه. بس الموبايل وقع بدون قصد. رح نعقل الموضوع. يا ريت تقول الحجة تفضل معنا وبسرعة. ماشي ماشي بس يا حنان. قولي لأمي تلبس بسرعة، رح نروح المغفر. يلا يلا. أمرك يا ابن عمي. لك اخي عمي شو بتعملي فينا كل شغله؟ بوليس؟ مرت عم؟ لك وين راحت؟ مرت عمي؟
سمعتي ليش متخبية هون؟ عالنسي؟ شو هالنعمين هدول؟ هدول الشرطة عايزين يسلموا عليكي. لحنا راسي بوليس؟ سمعتي لا تضيعي الوقت، قال ابن عمي بدك تروحي على السجن بسرعة. السجن؟ ايه السجن، بس اطمني ما رح تنحبسي كتير. سنتين، ثلاثة، أربعة. خلصي وليد، ليش أنا شو عاملي؟ ولا شي، بس فتحت راسه للزلمة لما رميت الموبايل عليه. بس، ما كان قصدي. يلا حزيت بسرعة يلا. لك يلا حماتي الله بتتأخري على السجن، وبعدين مسجلوك الغياب. هم تتمسخري يا حنان؟ هي بسيطة، نتوجه. بس ولا يهمك حماتي، كل يوم منزل لك خبز وحلاوة. تعترفي انك عن قصد وقعتي من ايدك التليفون؟ لا لا سيدي والله ما كان قصدي. اذا ما عم تحكي الصدق الله رح يحرقك بالنار. ها سيدي هالشغلة بيني وبين ربي. ماشي يلا بسرعة روحي على البيت. الله يخليك يا ابني، لك تروح ان شاء الله تصير مجند كبير قد الدنيا. لك من ورا هيك ناس صلي 10 سنين نقيب. ايه والله أخيرا وعاتي بسرعة مالك يا حماتي، أكيد رح تقضي فترة منيحة بالسجن. خليها تعرف قيمتي. إيه كان؟ بس لا حرام، حرمة كبيرة تتسمطط بالحبوس. لا ما أتمنى هيك يصير. يا رب خلص حماتي من المحنة يا رب. الله يسامحك يا أمي وعذبتينا، منيح الضابط طلعت. الحمد لله سلامة حماتي. لك الله لا يسلمك يا حية. الله يسامحك مرت عمي. أنا فايتة أتحمم أحسن شي، لأصبحنا عيما مقدما. ألو أهلا مع عمي. شو؟ طيب ليش يا عمي ليش؟ بس يا عمي ما انحبسيت، بعدين انت مين هلا؟ قطع الخط بوشي. خير يا حماية صوفي؟ عمي بطلني من الشغل. وما بالناس بيصغل واحد أمه خريج تحبوس. حسبينا الله ونعم الوكيل. يا عمى من وين بدنا نعيش؟ رزاق الله ابن عمي لا تسعد. ونعم بالله. نظافة خير شكل. خير؟ شو بكون؟ بطلوا لي أحمد من الشغل. يوه ليش ابني؟ بسببك مرت عمي، بسبب سجنك. طول بالك ابني، إن شاء الله بتلاقي أحسن. لكن أنا عم بستغرب علينا ديون، بقى كيف يساعد بلا شغل؟ والله حاسس رح أختنق. شو حماتي عجبك هيك؟ ما ارتحتي؟ والله يا بنتي ما عجبني، بدايات كتير. شوفي كنزي، نحن لازم نستغى ونساعد أحمد بدون ما يحس. شو رأيك؟ يعني كيف نساعده؟ وشو نستغل؟ نجيب كوشة وبنزين من عند الخضار زي أبو فادي، نحفره وناخذ الزرطون. إيه مرت عمي أنا موافقة. تفضل حجيها لك يا بكره الصباح لازم نكونوا جاهزين. تكرم اخي ابو فادي. الله يكرمك حجي حاضرك.
تعرفي الكوسايا مثل ام في الفيل؟ ليش شون كوسايتي؟ هلا اصلا شوفي. يلا يلا استعجلوا بلا حكي فاضي. ايه لك انت عملي المشاكل وانا ما بتقي معك. لك اخراسي استغلي خلينا نخلص قبل ما يرجع احمد. امي لا الله كله يهون كرمال ابن عمي. يكون حرام هاليدين الحلوين يحفروا كوسا وبنجان؟ أبو فادي خد أغراضك وامشي، بعت لي كمان شغل. ماشي. والله أبو فادي ما اسمه شي، عنده محل كبير معه كتير مصاري. أكسبك عيوش وارجع لك قصص دعمة. وين المغضوبة؟ لك يا حنان لك تعال خلينا نخلص حاجة قبل ما يجي الشغل. حمد هو من كسر داري بالشغل؟ يلا وليه بلا نياطة. خلص ماشي. شو هدولو كله شغل شغل شغل. أحسن شي أنام لي شوي وارتاح. لك يا حنان وينك؟ لك الله يعدمني ياك إلهي. نامي يا سرني أنا بفرجيكي. إيشك حماتي؟ أمي ولا نايمة واشتغل فوق راسنا؟ حسبي الله ونعم الوكيل. طيب حماتي أنا بنظف البيت وأنتي اشتغلي بالكوسة. ماشي بس أمي اتحركي بقى. راح اتحمل كرمال عيونك يا ابن عمي. بدي عيشة ليديني احلى عيوش. يوه شو هم يصير معك ابو فادي؟ مش انا بعرف شو صاير لي. انا صاير مجنون فيكي. عاد الشر ان شاء الله. يلا ابو فادي خلص شغلك بدي افوت. ماشي مثل ما بدك عيوش. لا عمى شو عم يصير مع حماتي؟ حنوني حنوني. خير حماتي؟ شوفي لك حبيبتي يا كنتي يا روحي انتي حبيبتي. تعي عادي نحكي شوي. مرت عمي بدي اخلص شغل البيت قبل ما يرجع احمد. لك تعي عاملين الشغل. العمر بيخلص والشغل ما بيخلص. لا عمى شو بها حماتي. الله يسترنا من تفكيرك الخبيث. لك يلا حنوني تعي بشو عم تفكري؟ في شي حماتي؟ حنوني روحي بدي استعري من عندك شوية مكياج. ليش المكياج ولمين؟ لك حابة أغير شوي نفسيتي. من سنين ما حطيت لحسات حمرة. مو تكرامي مرت عمي فوتي على غرفتي واللي بدك اياه استعملي. لك دخيل قلبك يا عيوني انتي. يي لك تسلميلي حمعتي. موسيقى
لك سعد محمد، لك والله قمر قمر، لك والله صرتي عروس. مساء الخير. مساء الأنوار بن عمي. مساء الخيرات البكار. هك أمي سواد. حلو ابني ماهيك. حزي بعد الكبرى زب حمراء. روح روح لساني بعد سبابي. قول كبرى قول. بن عمي هحط لك تاكل. لا حنان سبعان. يا ربي شو هالمصيبة؟ لك ما هبل هو يشغل علي دفعة خير الله لازم ادفعها يسار. ما لي غير عديه من رفقاتي لما بشتغل برجع بغفيهم، هيك احسن شي. خليك يا حنونة أنا بقوم بفتح. بدك تقوليلي شو هالجمال هيوش؟ أهلين أبو فادي كيفك؟ بدك تقوليني كل الجمال وسبح. يوه سبك أبو فادي عيب، هات هذا السبب. دخيله دخيله ايش منديله لك حرام على اليدين حر الكوزة حرام. والله وعدتي يا حماتي وما حدا سمع عليكي. حنان ليش واقفه هون؟ سمعتي شي؟ اي طبعا سمعت غرامياتك حماتي. والله عرفت ليش طلبتي المكياج. كنت تسري علي. والله ابو فادي طالب الحلال. لا يا حمار عمي دوز الزلمة منيح، خلي يتدوزك ونفرح فيكي. بدك تتدوزي تتركي الساعة على مين بقى؟ لا وشو بكره هذا أبو فادي بقى خدي حصتك من البيت بصير طالبنا فيها. لك الله لا يخليني إذا بخليكي تتدوزي. تطفيسك يا أبو فادي الندس على ايدي. لازم بقى أدبر لك شي نصيبة يا حنان، لأنه راح تمسكي علي مزلي مو عيوس اللي بتنام عطيم. لكن من سوي كنت عم بسري سوي تغراض من عن أبو فادي ما رضي ياخد حقهم مع أنه بخيل وما في بالعادة. يا الله يرزقه ويكتر خيره. شو لنا الزلمة؟ ابن عمي يسأل حماتي يمكن بتعرف ليش ما أخذ منك أبو فادي. ايه من فترة ساعات قرايبينا كان ابنه الصغير مبروق يمكن مشان هيك. لك شو بكون؟ ليش هيك عم طلع على بعض؟ ما في شي ابني، بس كنت عم بطلع على وجه كنتي حنونة حليانة يغزي العين. كلك زو حماتي. مرحبا بنتي. أهلين عمو. وين ست محمد؟ هل شو بدك منا؟ تتحمم. طيب اعطيها الوردة وقليلة من قوادي. ماشي يا عمو. يلا خاطرك بدي. مع السلامة. لك مين على الباب حنان؟ هذا ابو فادي مرت عمي. زايب لك هدية. حنان منين هالوردة؟
ما بعرف والله، واحد ضاع الباب يمكن مخربط. اعطاني هاي الوردة، قال لي هاي لست محمد. امي خير، شو بك ابني؟ مين هاي الوردة ومين بعتها؟ يو شو بعرفني، سأل مرتك. حماتي شو بك معقول لي؟ اذا كان لمن الي الوردة بايدك. والله وقعتك يا حنان وبكل سهولة، انا بفرجيك يا بقرة. الو اهلين سامر. ايه ايه ما لسه بشتغل. يلا فورا زي اللي عندك. سلام. انا رايح عند رفيقي بشغل، بس ارجع بدي اعرف قصة الوردة. لك معقول تعملي فيني هيك؟ لك انا ما رضيت احكي انه ابو فادي جاب لك هاي الوردة الك. لك انا مفكرة بدك تمسكيني من ايدي اللي بتوجعني. ماشي يا حماتي، مو مشكلة. مع الهيدا بلاس حتخس من غير ما تحس. هلا مرحبا، مو معي ستم فادي؟ لا انت ما بتعرفيني، انا فعلت خير وحابة اقولك انه دودك رح يتدوز عليكي. ايه ايه سجل عنوان العروس عندك. ايه الله معك، بس ما تطولي. الإلي إذا بتلقي يا حماتي، إذا ما كبرت ما بتصغر. كنتي لما بين ضاء الباب لا تفتحي انتي. حابة أقولك أنا وأبو فادي رح نتدوز عن قريب. بقى من مصلحتك تخرسي ومزي بيصير لأحمد. والله يا مرت عمي ما بنصحك، لأنه مرته قادرة قوية. لا حبيبتي، ابو فادي قال لي مرته كركمة على حافة ابره. يلا بنشوف الكركمة شو رح تعمل فيكي. هادي انا بفتح. افتحي مرت عمي افتحي. مين حضرتك؟ مو حضرتك الست الحلوة الامورة ام احمد فستقة؟ انا ام احمد الحلوة. مين حضرتك؟ أنا من فادي. بدك تجوز جوزي يا اختيار الجن؟ هلا بقى تجوزي. الله يكسر ايديكي انتي وجوزك. تضربك المرة بدون سبب؟ إذا أنا عايز تعرف مين هي؟ إذا ما فتحت لها الباب نزلت فيني ضرب بالطواي. يا روزي. يا روزي. الله يكسر ايديها، أخبث لو كنت هون. طيب حماتي لا تكون هاي انفادي. مين انفادي؟ سأل حماتي هي بتعرفها. انت سكتي، لو فيكي خير كنت دافعتي عني. فعلا ليش ما دافعتي عن امي حنان؟ مرت عمي قالت لي انت خليك عادة وما تطلعي لبرا. صح كلامي حماتي؟ باهيك يا انفادي؟ فكرة إذا عملتي هيك ما رح أتجوز عليكي؟ غلطاني يا مرتي غلطاني. ابني ده قالك سيبت خايفة تتطور. شوفي عزيز أحكي، تعرفيني أنا ما بتطور. توعدني ما تركزي يا مرتي حنان؟ بوعدك أمي. شوفي
صراحة يا ابني أنا ساكر إنه حنان عم تحكي مع غيرك. أنت شو عم تحكي؟ ظهر أنت نسيت موضوع الوردة. مين بعت ليها؟ زارتنا خالدة مثلا؟ ابني فكر واستغرف بعض، أنا هثبت لك كلامي عن قريب. بدك تحطي راسك براسي يا حنان، أنا بفرزيكي. والله محتارة أحكي لابن عمي ولا أستر على حماتي. مفروض أحكي له لأنه الشغلة شغلة الشرف مو لعبة، بس رب العالمين أمر بالستر، هي رح تتدوز بالحلال. أحسن شي أنسى الموضوع وما أحكي شي، وأعتبر نفسي ما أعرف شي عن حماتي، هيك أفضل حل. اسمعي يا فادي، شي اللي عملتي ما رح يمرق على خير. ليش أنا شو عملت؟ لا تغشمي حالك، أنا بعرف كل شي، بعرف ضربتيها لأم أحمد عشان ما تتجوزني. يعني خلاص أنت قررت تتجوز يا أبو فادي؟ ايه على سنة الله ورسوله، أصلا ما رح عمل شي غلط. ماشي أنا موافقة، بس إذا تنقص شي علي أو على ولادي لا تلوم غير حالك. أكيد ما رح ينقصكم شي، لك أنت من فادي حبيبة قلبي. معقول كلام أمي صحيح؟ ولا عم تحكي هيك حتى تسكبي حنان وطلقة؟ بس فعلا أنا شفت مع بردي، لما سألتها من وين تلبكت وما عرفت تجاوبني. يا ترى يا ابن عمي بسوا عم تفكر؟ بس ما تكون حماتي نافخت عليك العادة، لازم أعرف الحقيقة بأي شكل من الأشكال، لازم. خير ابن عمي ليش مهموم؟ وبسوء عم تفكر؟ ما في شي، عم أفكر بالشغل. اي والله يا أحمد لازم تشتغل، لأنه حالتنا صارت بهدلة، لازمنا كتير يمون للبيت. نزل بكرة الصبح عمي رزعنا على الشغل. يا ما أسف الحمد لله. ابن عمي لازم تشتغل إضافي ها، حتى نوفي الديون نشتري المون الناقصة. ليش بدك يعني أشتغل إضافي؟ حتى أخيب كتير عن البيت وانت تاخذي راحتك، ما هيك؟ بسيطة يا حنان. يا ويلك اذا طلع كلام امي صحيح، يا ويلك. شو بك احمد في شي؟ لا ما في شي، لا بتسألين على شي، فهمتي؟ والله سكي طلع بمحله، حماتي الحرباية حكيت له شي عني. لك روحي يا حماتي، الله لا لا حرام أظنه، يمكن ابن عمي معصب لأنه ما معه مصاري أكيد. أنا خلص غيرت رأيي، ما بدي أتجوز. لا لا ليش؟ والله ما بيقدر يدافع عني، ما بيستاهل يصير دوزي. ومين قالك ما بقدر أدافع عنك؟ أبو فادي شفتك فوق وشفتك تحت، وحياتك أخذت لك حقك من مرتي، والله هي موافقة نتجوز أنا وأنتي. عن جد أبو فادي؟ إيه طبعاً عن جد. لا ما بتتصل فهمان، أم بيت محترم، الله معك. لا عمي شو صار لي؟ مين هذا يا عمو؟ مو بعرف، واحد قليل أدب قال بده يخطب بنت الصقرة. أعطيني رامو لقلك. رامو خاص ابني. يعني بيقصد حنان؟ ما بعرف، علم عند الله، ما بدي احط برابطي. بسيطة، أنا راح أتصرف. هيك بكون تعمت منك يا كنتي، أنا بعرف إنك ورا زيت مفادي لهون وضرب عيلي، يعني وحدة وحدة. الحمد لله الله يسره، هي انفادي وافقت اتجوز، ما بقي غير اشوف احمد واطلب ايد امه على سنة الله ورسوله، واخيرا رح اخلص من وجه انفادي العقل لكي يقطع عمره. هي مرة هي الله يكسر دياتك يا انفادي، يمضح لها تثبت علي مثل الغولة.
الله حماك يا مرت عمي، منيح ما صار معك فقدان ذاكرة. كنت بتكذب انت ما هيك؟ وليش بدي اكيف؟ لو ما بحبك كنت قلت له لاحمد انه ام فادي هي اللي ضربتك، بقول له ليش ضربتك؟ دي حسس في كلام، قلت لك انا وابو فادي رح نتجوز، فهمتي؟ لو فعلا بده يتجوزك كان اذا وطلبك حماتي، مو يقضيها حكي غراميات على الباب. طمني رح يجي. ايه انا بفرح لك، بس انا كم حماية عندي؟ انا فايتات لي الصحون احسن سي. بسيطة يا حنان، بسيطة. مستحيل اصدق حنان تكون خاينة، اكيد امي عم تقول هيك حتى اطلقها. انا لازم اتأكد بنفسي، راح اشتري خط موبايل جديد، اتصل بحنان واشوف كلام امي صح ولا لا. بالي معاك، بالي 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 يا بنزي بين علي 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 وحياة روم غريب. الو مين معي؟ كيفك يا عمري؟ مستعطلة حبيبي، عرفتي مين انا يا صقرة؟ ايه طبعا، لك انت حبيبي وعمري وحياتي. خايفة. بيقول المثل كل سعر في إله قصة، وكل كنة لازمها رصة. حاولت اكون منيحة مع كنتي بس حبس دق المي وهي مي، لهيك رح ارجع مثل ما كنت، ويا انا يا انتي يا كنتي. الو الو، ليش هيك حمام غير صوته عم يحكي معي من رقم غريب؟ بالي معاك، بالي 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 يا بلزبين علي 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 علي. لا ابو فادي مو لهالدرجة، لهالدرجة واكتر كمان. مرتك ام فادي؟ شو جاب ام فادي؟ كيف شو جابها؟ مو مرتك؟ حاليا مرتي، بس بدي اطلع كمالك يا حلو. لا تخزني يا ابو فادي، انا بخزن. بدي اخيله الخجول انا. اليوم جاي اطلبك من ابنك احمد. يوه ليش مستعجل؟ والعرس بعد يومين. عرس بعد يومين؟ لك يقطع سرك شو مستعجل يا ابو فادي. حنا وين انتي؟ انا هون بين عمي بالمطبخ. حنان اول ما تحكي ابن عمي اللي هذا رامن حكيتني منه. رام شو؟ رامن حكيت منه من شوي، لازم غير صوته. يعني عرفتيني؟ يا ابن عمي وعملته هون صوته، اكيد عرفتك. بس انا زعلانة منك، مش بتغازلني على التليفون يا ابن عمي، سمعني هالكلام الحلو هون بالبيت. الله ينعس الشيطان، صدمتك يا حنان، كنت راح اغلط بحقك. شو ابن عمي ما في كلمة حلوة؟ اكيد في، لك يا احلام بكار انتي. لك الله يخلي لي اياك يا ابن عمي. لك الله يخلي لي اياك يا حنان. لك الله يسلمك ويخلي لي اياك يا تنجوسي انتي. يا ترى انا سرعت بما وافقتي على ابو فادي؟ كل الناس بيقولوا عنه بخيل، بس يمكن ساعات ناس تعرفه. يعني شو عم تفكري حجي؟ حضني انت، طمني كيف شغلك؟ الحمد لله ماشي الحال. ايه الحمد لله. مين جايب هالوقت؟
لك يا أهلين والله بأبو فادي. بالمهل يا بكار. أبو فادي تشرب شاي ولا قهوة؟ لا لا ما هدي عزبك. لا ما بصير، هاي أول مرة بصرفنا بزيارتك، عيب. أصبح حملولي ميلو بحليب. ميلو بحليب؟ يا أسف معني. طيب كوكتيل موز بحليب. أبو فادي أنت زي عكفيتريا، ما عنا غير قهوة وشاي، وشو بتحب تشرب؟ أبو بكار خلاص بعدين، هلا عايزك موضوع مهم. تفضل يا أبو فادي، شو هو الموضوع؟ لك شو عم صير معك يا زلمة؟ والله خجل منك أبو بكار. ليش تخجل مني؟ لأني أنا جاي أطلب إيد أمك على سنة الله رسوله. شو؟ لك أنت زنيت؟ تعبني عيشتك. استني حزي، ظهر أبو فادي صار شي بعقله. أحمد قلت لك تعا عيشتك. لك أم أبو بكار، لك يستر على الكلاوي. خير يا أمو صوفي. ابني أنا وأبو فادي رح نتجوز. أمي أنت شو عم تحكي؟ هالعمر؟ شو بهالعمر؟ يعني سألتنا ختيارك تركمني أنا؟ أمي لكن الناس شو بدهم يحكوا علينا؟ يعني شو بدهم يحكوا؟ نازل على سنة الله ورسوله، يعني لا غلط ولا حرام. طيب ما لويت خير أبو فادي البخيل؟ إذا ابنك ما وافق رح أخطفك يا عيوش وأخذك على جزيرة ما فيها بشر بس أنا وحيدي. هيا أبو فادي. لا رسمع دي وين؟ ارحل يا حبيبي حبيبي أهلي ما يرضى. لك شو اللي بشوفه فادي؟ شو لبسي؟ ما هدول جايب شغل؟ ايه لأني سكرت الدكان وجيت لهم فورا. لك هتشتغل بيوم عرسك يا أبو فادي؟ ايه رزقة عيوش رزقة. الله يسعد مساكم جميعا. ثاني شيء ألف ألف مبروك للعروسين، إن شاء الله تقضوا معنا سهرة حلوة. بسم الله الرحمن الرحيم، منورين أم الفرح يا بدعان، الناس الطيبة اللي موجودة هنا. يا أحمد عم يقلل صوت اللمبي. عروسة مزة أم أحمد فستان، والله رجل العجيب الرجل المز مز السنين، الختيار اللي بعده يعني ثلاث سنين كده بيفكر انه يتجوز، السيد ابو فادي. منورين كلكم يا جدعان، واهلا وسهلا بكم في الفرح بتاعنا. او لا وبمس عليكم دلوقتي بقول لكم يلا بينا، انا معاكم اخوكم اللمبك. ودلوقتي حضرتك معنا اخونا الفنان الكبير جورج وسوف، تفضل يا ابو وديع.
حبيب قلبي خليني اياك وحقيقة نور الله منورين جل ابوكم. اهلا وسهلا فيكم. ايه كمان يا ابو وديع؟ بحب اهني احمد فزت قبل العريس. لك على ابو وديع موجودين وتحياتي لإلك يا حنان. احمد اسمي. اهلا وسهلا بالناس الطيبه حبيباتي. ها خليلي قلبكم والله ومنورين الفرح كل ابوكم. اهلا وسهلا فيكم. تحياتي لكل الناس الموجودين معنا بالفرح شاب وصبيه صبيه. خليلي قلبكم هلا واغني لكم خسرت كل الناس علشانه لك دخيل قلبكم انا. الله يسعد تواليده بزمن يا احمد. خسرت كل الناس علشانه استحملت اللوم. اويها يا احمد وزك ضحوك اويها عرسك نافي ورس معروك اويها واليوم فرحانه بعرسك اويها لك يا ريتو الف مبروك. اويها يا كنتي كلك حلا وذوق اويها ما في منك لا بالمول ولا بالسوق. طبعا حماتي. اويها كنت على قلبي تقيله اويها كنتي تحت هلا صرتي فوق. ايه هيك اويها وجيت انهي لكم هالحكايه اويها وما لقيت تتجوز غير هالصرمايه اويها وما بكون انا انفادي اويها واذا ما كسرتكم بالطوايه. احمد هاي انفادي يده اللي ما اويها اللي جيت تلتين مرجلي قويها انفادي رح تروحني دعوالي وقويها غلطة وما رح تنعاد وقويها يكفيني ياني وفادلي. راحت عليكي يا حماتي. يا حسن اصلا انا حسيته بخيل حتى بيجي على عرسه بتياب الصغل. سبحان الله انا ما خرب شي هي خربت لحالها. حطوا لايك واشتركوا بالقناة وسنونا بحازي. ولا يهمك حماتي. روح عريس وبيجي عسرة حنان تركيني بحالي احسن لك. ها ليش مرت عمي اي سوزن بيزة طول عريسك اي مو انت اللي خبرتي انفادي؟ يوه والله مو انا. لكن كيف عرفت مكان العرس؟ اذو بعرفني سليه لانفادي حماتي. ادي قومي خلصي حوسي قبل ما يرزع دوزك من الصغر. يلا امي امتى بقى بدي اخلص وارتاح؟ ومن شو بدك تخلصي يا بعدي؟ من ناموسة اللي دايما بتطلعي وبتقرصني مرت عمي. روحي من والسباية فزلك. يلا يا عرب عيونة انا ناموسي. الو مين معي؟ الظاهر نسيت صوتي. مين معي؟ انا منى حضرتك القديمه. منى حاولت كتير انساك بس صدقني ما قدرت. بس انا نسيتك هلا انا متجوز وبحب مرتي. ما راح اتحب قد ما حبيتني انا. بعمره الانسان ما بينسى حبيبه الاول. انا حبيبتك الاولى وما راح تنساني للابد. منى هذا الكلام صار ذكرى مو اكتر. ايه ذكرى بس ذكرى حلوه لا تنكر. انا حاليا بشغلي ما بقدر احكي معك اكتر من هيك. ماشي وكلمك المسا لانه عندي كلام مهم لازم تعرفه. مو مشكله. مع السلامه حبيبي.
غيرت رأيي بآخر دقيقة نزعت الحفلة. بس أنا سمعت إنه أبو فادي خاف من مرته وهرب من العرس. لا مو صحيح، إذا أنا مرة ما بخاف من مرته، وهو الرجال بده يخاف منا. كمان أنا سمعت إنه مرته أم فادي كسرت عضامك بالطواية، صح الكلام ولا لا؟ يقطع عمرك على عمر اللي كلمتك. إيه؟ ياه ليش زعلتي؟ لك أنت معي ولا معهم؟ شو معي ولا معهم؟ ليش الشغلة حرب؟ روح عني. يا عرفت يا قال العدو أحسن منا. يا ترى شو اللي ذكرها فيني بعد كل هالسنين؟ مستحيل تكون لسه بتحبني، مستحيل. أهلي رفضوني لأني فقير، هنن أغنية وزناكيل. قال كيف رح أقدر أعيش بنتهم وأنا شاب معتر على أطحالي؟ ما فهموا إنه الفقر مو عيب، ما عرفوا إنه رب العالمين هو الرزاق وقادر على كل شيء، قادر على كل شيء. يا ضامة مخبرة يا ضامة نعمة، دوزي لما خبرها أنا كنت نايمة. يا ترى أحمد ليه تتأخر؟ صلى خير يا رب. يوم عيد ميلاده أكيد رح يفرح كتير بالهدية جبت له إياها، وأكيد هو نسيان كالعادة. يلا عينه راسه ألف قصة وقصة. روح يا ابن عمي، صلى تمسك التراب يا قلب دهب، تنفتح باب الرزق بوشك يا قادر يا كريم. واو مامي. البسيطة يا أبو فادي، ما بكون مع أحمد على سن ورمح إذا ما رديت لك هالعملة اللي عملتها معي. بسبب حضرتك صاروا كل رفاقتي يتمسخروا عليك ويتمطعوا فيني. شو عليه نتواجه؟ لك منيح اللي رضيت فيك. فعلا مثل ما بيقول المثل، رضينا بالهم والهم ما رضي فينا. وبا يعطيك العافية يا ابن عمي. ورافيك يا حمد، خمس دقايق العشاء جاهز. لا سبعة، هلا تغسل وانام لأنه اليوم كتير تعبان. ماشي يا ابن عمي على راحتك. كان نسمع صوت ابني أحمد، معقول إذا من الشغل ما دخل قال لي مساء الخير؟ إذا دوزيك ولا لسه؟ إذا حماتي إذا؟ وليش ما فات من شعري؟ شو بعرفني أنا؟ اسألي إله. اسأله إله؟ لك كله منك أنت يا مقوصة. وليش مني بقى؟ أكيد أنت ما شيتي علي كل عادي. مرت عمي كذا هو بدك تنزي الطهري والله تخني. حاس حاس لك تحس فيك الإمام إلهي، كمان بدك تطلعي بالعالي لتبعدك. بس الحق مو عليكي، الحق على ابن الدندون يعطاكي وس. حسبنا الله ونعم الوكيل. محمد تسلو بدنك سلو. يا رب ياخذني إلي ياخذ حماتي، والله كرهتني عايزتي والله. بس لا، يوم عيد ميلاد دودي حبيبي، ما بدي انزع فرحتي كرمال حماتي تكركمي. رح جيب الهدية اعطيها قبل ما ينام. لك
كيف اتصلتي؟ حبيت اسمع صوتك. يا بنت الحلال انا بالبيت، هلا مرتي بتسمعنا. حلوة؟ زوي اللي حلوة؟ مرتك؟ ايه حلوة، كثير حلوة، بس اكيد ما احلى مني. هاي لا، صدقيني احلى منك بكثير. لا تحاولي تغيظني، انا بعرفك بتحبني وكثير كمان، صح ولا لا؟ لك يا بنت الحلال قلت لك انا بالبيت. يمكن مرتي تسمعنا. يا خلص، ايه ايه، بحبك بحبك، خلص سكري بعدين بحكي معك. يا خلص، هلا بتحس علينا مرتي شو بك؟ حبيب علي يا احمد، انا جبت لك هديه بعيد ميلادك، فرحانه فيك. الله يسامحك يا ابن عمي، كسرت لي قلبي، كسرت لي قلبي. خلص منها مثل ما قلت لك، يلا سلام. لا عم سؤال مصيبه، مين طلعت لها؟ يلا كيف رح تخلص منها؟ قال بحب أقول لك، أنا ضفر مرتي حنان ما ببدله بنسوان الدنيا كلها. لك الله يخلي لي إياك يا مرتي، يرزقني على قد ما بحبك. يا احمد، هيك يا ابن عمي، هيك بدي حبي لك. انا طول عمري ما رفضت لك طلب، وعمري ما علي صوتي عليك، دايما بقلك حاضر وامرك على راسي، واتحمل ظلم امك الي، واقول معلز كله هون كرمال عيون دوزي حبيبي، والاخر بتكافيني وتحب غيري. الله يسامحك بلد، الله يسامحك. ليش عم تبكي؟ تخانقتي انت واحمد؟ لا لا مرت عمي، ما تخانقنا. لك ليش عم تبكي؟ ما ببكي. لا لك كيف ما عم تبكي؟ يعني انا عمية؟ ما في شي، بس تذكرت الحلقة الاخيرة من المسلسل لما بيقتلوا للبطل، صرت ابكي. لك يقطع عمرك ايه؟ انا قلت شو صاير؟ فعلا انك باخة. احمد نام ولا لسه؟ اي نام. ما كمان فايت انام، تصبح على خير. انت من اهله. ليش عم تتصلي بالوقت؟ مرتي نايمة جنبي، لك هلا بتسمعنا؟ Thank you.
هلا لسه نايمة؟ لك ولي على عيونك سو سني، لك على سو ابني بحبك ما بعرف، على كسلك ولا على سكلك ولا على لسانك الطويل. الله يصلحك يا ابني، بس لو تسمع كلمتي حتى دوزك ست ستة. لك وينك يا كنتي؟ أوه ما فيقة. أحمد، لك يا أحمد حبيبي لسه ما رحت الشغل؟ صباح الخير أمي، أنت صارت الساعة؟ الساعة صارت 9، لسه أنا ما فيقتني لله. شو بعرفني؟ لسه أنا شفتها بالأول. كيف ما شفتيها؟ لأنه مرتك ما هي موجودة بالبيت. لسه وين راحت؟ شو بعرفني؟ يعني ما أخذت إذن منك قبل ما تروح؟ لا مالي خبر. طبعا صرت تصرف على كيفه، كاني ما لا دوز ولا حماي. لا امي، انا ما بتطلع من البيت حتى تاخذ اذني. بالله؟ لكن هلا وين يا وسهاب؟ The number you have dialed is currently not available. شو؟ ما عم ترد عليك؟ فصلت الخط؟ طفت تليفونه؟ ايوه، هذا اللي كان ناقص. طلع ابني، طلع. ليش امي شوفي؟ شوف ابني، انا ما بحب احكي باعراض الناس، بس الظاهر مرتك. شو بقى مرتي؟ شفتي عليها شي؟ صراحة لا، بس لما المرة بتفيق من وسط الصبح وبتطلع من البيت وبدون ما تاخد اذن زوجة اكيد هتعمل شي بالسر. مثل شو يعني؟ والله فهمك كفاية لك ابني. مي حنان شريفة وبنت اصل، انا مستحيل اصدق اي شي عنها. الطفل انت حر. هيك يا ابن عمي، عم تعشق تتماشى علي وانا طول عمري بخلص عليك وانت عندي بالدنيا كلها. خلص ما عاد تشوف اسئل الابد، انت من طريق وانا من طريق، بس وين بدك تروح؟ عمي الوحيد اللي ما عندي غيره سافر هو وعيلته. يا ربي شو اعمل؟ هلا. اي أيوة والله رح روح لعنده قبل ما ارتب اموري. ليش مسكرة تليفوني؟ ليش؟ أكيد صاير معاصي، أكيد. رايح الشغل ابني؟ لا أمي، رايح أدور على حنان، بس كثير مشغول عليها. وين بدك تدور عليها؟ بتكون بدك تنادي عليها بالجامع. إلا أنا بنت صغيرة طايعة. مي هلا مو وقت الكلام، ما هي ناقص خاطرك. الله معك. دندور رح تبقى دندور يا ابني.
رايحين المرة مرت ابن خالتي. انتي هالة؟ ايه هالة؟ معرفتين حنوني؟ انتي من خيرة؟ عصصارك وسبختي و... ايه والله تعرفيني انا حلوة بدلوعة بحب اغير شكلك المدي. نبقى هلا رح نبقى هون نحكي على الباب؟ يا لا حنوني تفضلي تفضلي. وينك يا حنان؟ يا ربي شو هعمل؟ خايف لا يكون صاير لها شي، ما بقي مكان الا وسألت عنه. حنوني ليش ما اجوا مع خالتي وجوزك؟ هلا انا تركت البيت، اذا ما عندك مانع احبها هون كم يوم حتى ارتب اموري. ميري السلامة. بس يعني ليش تركتي البيت؟ احمد عم يخوني. شو؟ وكيف عرفتي؟ سمعته عم يحكي معه بالتليفون. لا حنان مستحيل انا اصدق انه احمد عم يخونك، مستحيل. المستحيل صار. طيب انت متأكدة؟ قلت لك سمعته وهو عم يحكي معه. حرق لي قلبي يا هدى، حرق لي قلبي. لا تزعلي حبيبتي، محلول ان شاء الله. تاكلي هلكي؟ طلعت من البيت في جانا ابني لا صير غشيم. شو يعني امي؟ يعني فهمك كفاية، أكيد صرفت لها شي صوفي. أمي قلت لك حنان بنت أصل، يعني مستحيل تعمل شي غلط. طيب وينه؟ اختفيت يعني؟ رح أستنى ساعة، وإذا ما رجعت رح أخبر الشرطة، هنن بيعرفوا كيف يلاقوها. استنى روح أمك استنى، لا غشيم رح تبقى غشيم. لا تزعلي حنوني، كل الرجال خاينين. بس والله احمد ما هيك. والله ما هيك؟ ولكن كيف يا قطع بيحكي مع غيرك؟ ما بعرف، بس اهم شيء هذا ما زي بيصير انه انا عندك. الله يخليكي. طمني حبيبتي، ما راح اقول لحدا. تعرفيني انا حلوه دلوعه بكتم اسرار. الو حنان، انا حبيبتك منى. لك يا بنت الحلال حلي عني، هلا مو وقتك. لك انا بحب مرتي، لا تفكري اعمل شي غلط. ليش الحب غلط؟ ايه غلط، وخصوصي اذا كان بهالطريقة. الحب حلال، حلال يعني مو خيانة. شو يعني؟ يعني بتمنى تنسيني للابد للابد. احمد انا مستحيل انساك، مستحيل. هالكلام ما عاد يفيد، مع السلامة. تعرفيني انا حلوة دلوعة وحب المزح، بس جوزي الله يغضب عليه جدي وما بحب المزح. طيب ما تمزحي معه؟ انا كان مع مين امزح؟ مع زرنا ابو عبدو؟ يحيو ما قلت امزحي مع الزر هلا؟ يا بمزح، ما هون امزح مع زرنا ابو عبدو. شو بك حنان؟ ما بعرف، حسيت الدوخة ونفسي عم تلعي. طيب قومي قومي يا حمام. الو مرحبا، كيفك احمد؟ اهلين، مين معي؟ انا هالة بنت خالتك. اهلين هالة. من يا احمد؟
حنان عندي. سو وينه وينه هات احكي معاه. لك اسمعني الله ما في وقت. مرتك عرفت انه انت حابب عليها. سمعتك بالتليفون. قال بدها تتطلق. لك هلا انت شو عم تحكي؟ لك انا مستحيل احب غير حنان. لكن مع مين كنت عم تحكي بنت خالتي؟ لك هي منى خطيبتي القديمة عم تحاول ترجع العلاقة معي بس انا رفضت. يعني حنان فهماني لست غلط؟ طبعا فهميني غلط. اذا هيك انا رح سألك حتى حنان ترجع لك. لك الله يكتر خيرك يا بنت خالتي. طيب اعطينا احكي معها. هلا هي مسكرة تليفونك. احكي معها بعد ساعة وانا رح اتصرف. طيب ماشي هلا. ماشي سكر سكر الله. يلا سلام. كيف صرت الحنونة؟ الحمد لله بس لسه دخاني شوي. لتكوني حبري حنان. والله هيك الظاهر يا هلا. عندي جهاز تحليل حمل، شو رأيك؟ يا ترى وين راحت حنان؟ والله أنا خايف يكون صاير معها شي لا سمح الله. صح أنا بخانها كتير بس والله بحبها من قلبي. حنان أصيلة وبنت أصول. عن جد البيت فاضي بغيابه. الله يحميكي يا كنتي ورزعك سالمة غانمة. اللهم آمين. طيب ليش هيك عم تعاملني يا أحمد؟ والله أنا بحبك. لك يا بنت الناس مرتي سمعتني عم بحكي معك تركت البيت وبدها تتطلق. بتريدي تخربي بيتي انتي؟ طبعا لا. اصبح خلص لك نحن مو لبعض مو لبعض. ماشي يا أحمد مثل ما بدك. وانا لا تزعلي صدقيني الله بيبعت لك ابن حلال أحسن مني. الله كريم. الاتصال رح يكون آخر اتصال بيناتنا. الله يهنيك ومرتك. مع السلامة. مع السلامة. شو طلع؟ لك طلع خدتين. يعني انت حامل حنوني؟ شو حنان؟ ليش ما فرحتي؟ كيف افرح وانا حبيت لما بدي اتطلق؟ كيف؟ وليش تتطلقي؟ عملي مثلي. تعرفيني انا حلوة دلوعة بطنس. تنسي بيمشي الحال. لا هلا مستحيل اطنس على الخيانة. مين؟ أحمد. ردي شوفي شو بده. على ليلي خليه يطمن عليكي. الو حنان وين انتي؟ ليش عم تسال؟ يعني انا بهمك؟ لك انتي شو عم تحكي يا حنان؟ طبعا بتهميني. لك انتي مرتي وحبيبتي. لو كنت فعلا حبيبتك كنت ما بتحب وحدة تانية. ومين قالك حبيت غيرك؟ سمعت بعداني ما حدا قال لي. لك انتي فهماني غلط. لا حياتنا مع بعض صارت غلط. مع السلامة. الو لك الو. ليش هيك حنان؟ علي حرام ما بدو زيك. مو أحمد رام غريب. طيب ردي شوفي مين. ألو مرحبا حضرتك حنان. مين معي؟ أنا منى خطيبة دوزك السابق. شو بدك؟ حبيت أقولك إنه أنت طعمتي دوزك. أنا اللي حكيت معه حبيت نرجع لبعض بس هو رفض.
قال لي أنا بحب مارتين واستحيل أخونا. هو هيك قال لك؟ إيه والله العظيم. لا هيك رجعي لدوزك ولا تخسري. والله يديني محبة بيناتكم، وأنا بعتذر منك، سامحيني. طيب اعترفتي بخطأك، أنا سامحتك من كل قلبي. من زاد شكراً كتير، هيك ريحتيني. مع السلامة. مع السلامة. شو حنونة؟ لايك ابتسمتي؟ ياكلي هالكي؟ ليش هيك يا حنان؟ معقول شكي فيني؟ معقول سدي أنا أخونك؟ معقول؟ حنان؟ أي حنان؟ حنان والله العظيم أنا عرفت أحمد، ما في داعي تحكي لي، وأنا آسفة إنه سكيت فيك، سامحني. حنان انت لازم تسامحيني، انا كنت لازم احكي لك من البدايه. هلا المهم عندي خبر كتير حلو. شو؟ احمد انا حبلي. انت حبلي حنان؟ لكن صار له الف مبروك يا ابني. الله يبارك فيك يا حزي. مبروك كنتي. الله يبارك فيك مرت عمي، بس هالمرة ما رح نحط لوتون للصغير. لا توبي، ليش أنا زنيت؟ وبدي صيري أنت وحنان مثل السمنة على العسل. أكيد ابني، يحرم علي كنتي أزعلك طول ما أنا عايزة. لك الله يخلينا إياك يا مرت عمي وتطولنا بعمرك. الله يخلي لي إياكم يا حق. وهيك بتكون نهاية مسلسلنا سعيدة، يا رب يبقى هالمسلسل ذكرى حلوة عندكم. ونصيحة مني لكل حماي ولكل كني، حبوا بعض، تدقون المشاكل بتقصر العمر. إذا كان ليش كنت تعملي مشاكل حزي؟ ما أنا لك ابني، هاي مرتك. لا مرت عمي، أنت مو أنا. يا ستي أنت. لا والله أنت. اسكتي أنت أصلا راس البلاء. مرت عمي ما تنكري، أنت سبب كل المشاكل. ما في خلاص، رح تبقى مشاكل الحماي والكني للأبد. حسام الحلبي انهى المسلسل. باي. راسي وليك. لا الحق عليك انت. خلي يطلقك. ولا مرة. راسي عسلك. كل المساكن انت بتعمليها. انت ام المساكن. لا انت حماتي. اصلا انت مثل الحية من تحت لتحت.